مرتين خلال أقل من أسبوع كرر وزير خارجية فرنسا التحذير من البطء الشديد في مفاوضات فيينا، فيما تواصل إيران كما قال التقدم في اتجاه إنتاج مواد انشطارية تستخدم في صنع قنبلة نووية. بعد استضافته على مدى يومين في بريست شمال غرب فرنسا وزراء الخارجية والدفاع في دول الاتحاد الأوروبي من ضمن الرئاسة الفرنسية الدورية للاتحاد، قال جون إيف لودريون إن ملف إيران النووي يشكل تهديدا لأوروبا، محذرا من ألا يبقى شيء للتفاوض بشأنه إذا لم تصل المحادثات بسرعة إلى النتيجة المتوخاة. هذه إشارة تحذير من أن المحادثات تسير ببطء شديد يؤخر الوصول إلى نتيجة. إذا استمرت الأمور على هذه الوتيرة لن يبقى شيء للتفاوض عليه، لأن تقدم الإيرانيين نحو إنتاج مواد انشطارية يتواصل. بدوره قال نائب رئيس مجلس النواب الفرنسي سيلفان فاسرمان للعربية إن إيران تقترب بشكل خطير من اللحظة التي قد تعلن فيها حيازة سلاح نووي. قلقون من إطلاق إيران مؤخراً صواريخ باليستية والاقتراب بشكل خطير من النسبة التي تخرج من النووي السلمي. كلما اقتربنا من اللحظة التي يمكن لإيران تصنيع سلاح نووي تصاعد التوتر. يقول مفاوضون فرنسيون وبريطانيون وألمان مشاركون في محادثات فيينا إن التقدم الذي حصل مؤخراً هناك ينحصر في مسائل تقنية تتعلق بمطالب إضافية قدمها الإيرانيون، لكن نقاط الخلاف الرئيسية تبقى قائمة، وهي تتمحور حول آلية وتوقيت رفع العقوبات وحول ضمانات يطالب الغربيون إيران بتقديمها بشأن أنشطة نووية سرية يقولون إن لا يمكن التأكد من سلمية أهدافها. يقول مفاوضون غربيون مشاركون في محادثات فيينا إن تعهد إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها لن تخصب اليورانيوم بنسبة تتعدى 60% لا يطمئن الغربيين، لأن هذه النسبة غير مسبوقة في بلد لا يملك سلاحا نوويا، ولأن تخزين اليورانيوم بهذه النسبة وبكميات كبيرة من شأنه أن يقرب إيران من إنتاج مواد انشطارية توصلها إلى القنبلة النووية. حسين قنايبر، العربية، باريس.